السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتوا مع هاد الصهودات بمناسبة هاد الأجواء الحارة؟ قررت نشارك معكم واحد الكلاص كيجي رائع هائل، يصلح المناسبات العرضات، بمكونات بسيطة وسريع وسهل وراقي في نفس الوقت. قبل ما ندوزو مقادير الوصفة، كنت كنشكر الناس اللي التحقت بالقناة، نقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف، والناس القدام راكم فوق راسنا دائما. ما تنساونيش باللايك لايك لايك واشتراك، الناس جداد علاش لا، وشي تعليق محفز اللي يهز لنا القناة. على بركة الله، بسم الله، على بركة الله غنبداو مقادير الوصفة. مكونات هذه الوصفة كنحتاجو، عندنا نص سترو ديال الحليب يكون بارد، عندنا واحد ياغورت ديال الفاني، واحد نيستلي، وبودر ديال الكلاص، ماشي كريم شونتي، بودر كلاص ديال الفاني، حيت فيه جوج تاع انواع، كاين ديال الشوكولا وكاين ديال الفاني. تاع الشوكولا الا كنتو غديرو الكلاص كله شوكولا، هذا الا بغيتو ديرو ليغو، الا بغيتو تقسمو ديرو ليغو. خدينا البودره ديال الكلاص اللي حطيتها في المجمد واحد خمسة دقائق قبل ما نستعملها، زدت عليها نصف لتر ديال الحليب يكون بارد حتى هو باش تطلع لينا، باش هاد الكريمه هادي تطلع. فكنطربوها بالطراب الكهربائي، كنطربوها مزيان حتى كنشوفوها جمدات لينا على هاد الشكل هذا. كنبقاو نزيدو باقي المكونات، زدنا واحد نيستلي العادي، ماشي الاخر الكراميليزي، لا العادي، ونبداو نخلطوا المكونات سواء بيدينا سواء بالطراب الكهربائي. نزيدوا واحد الياغورت فاني، هادو هما المكونات اقتصاديا وفي المتناول. كنخلطوا العناصر مع بعضياتها باش تندمج لينا مزيان، تخلط. من بعد كنقسموها، انا قسمتها على ثلاثة، نتوما على حسب الادواق، كاين اللي كيخليها غير واحد، كاين اللي كيقسمها على جوج. بالنسبه للجزء الاول درت فيه لاغوم ديال البيستاش، درت فيه انا غير شويه باش يجي تجيني اللون غير مصفر شي شويه، ما بغيتوش يجيني خضر. الا بغيتو يجيكم خضر تقدروا تكثروا لا كونتيتي ديال لاغوم. كنديروها في واحد المول اللي كيتحل لينا من الجنب باش الكلاص، باش نحيدو المول يبقى لنا الكلاص. كنديرو في المول ياخد شكل تاع المول، نسرحو ونقادو. وندخلوه للمجمد حتى كيشد فراسو، ماشي يجمد لينا بزاف، وانما غير يشد فراسو باش الا درنا الخليط الاخر ما يتخلطوش لينا، تبقى كل طبقه بوحديتها. كنحطوه في المجمد. من بعد ناخذ الجزء الثاني، درت فيه لاغوم ديال الفرامبواز، كيعجبني اللوغو تاع الفرامبواز. كنخلطوا العناصر حتى كتاخذ اللون ديال تاع الفرامبواز. كتجينا على هذا اللون هذا، على هذا الشكل هذا. كناخذوا المول، من بعد ما جمدت لينا شي شويه شدات فراسها الطبقه الاولى، كنزيدوا الطبقه الثانيه، كنسرحوها في المول تاخذ شكل القالب اولا المول. هاد الكلاص هذا كيجي رائع، كيجي بحال لي كلاص اللي كيتباعوا في المقاهي، كي بحال هكا، كيجي هائل. كندخلوها المجمد،
حتى كتشد فراسها تاني. بالنسبه للطبقه الثالثه درت فيها غير حبوبات الشوكولا، الا بغيتوا ديروها تاع الشوكولا كتزيدوا فيها بودره الشوكولا مع هاد الحبيبات كتجي غزاله. انا درت فيها غير الحبيبات، بغيت نخلي الفوق بيض. نخلطوها لي بيبي الشوكولا ولا حبيبات الشوكولا، خلطتو مع هاد الخليط الاخير. كناخدوها كنحطوها فوق الطبقه الثانيه اللي كنا حطينا بعد ما شدت فراسها. كنسرحوها في الملح حتى كتاخد شكل القالب، وكندخلوها المجمد ليله كامله، ولا بدا ما تبقى ليله كامله باش تشد فراسو مزيان. الكلاص ديالنا كيوجد لينا على هذا الشكل هذا، كنزينو باش بالموجود عندنا في الدار. انا زينتو بالبسكوي ديال الاوريو وبالسيجار من الفوق. الكلاص ديالنا كيجي هكذا طبقات، لتحت خضر شي بارد ودرت الاحمر والبيض. تقدروا ديروا كل واحد كيدير على حسب الذوق، شوكولا كراميل اللي بغيتو اللي كيعجب ليكم اللي راق ليكم. نتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بالصحة والراحة، وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله. دمتم في رعاية الله.